إذن مشاهدينا متتبعينا الصفحة الرسمية شوف تي في اون ديريكت، مرحبا بكم معنا. نجدد الترحاب اخوان بالاخوان والاحباب والاصدقاء. موضوع الحلقة وموضوع اليوم هو كيفاش الاحساس ديالكم بعد ما صليتوا ثاني جمعة ان شاء الله باذن الله. كيفاش كان الاحساس بعد مدة ديال الانتظار 7 شهور؟ مرحبا بكم خوتي، طلعوا معنا ورشاد رونا الرأي. تحياتي اخواني، مرحبا مرحبا والف مرحبا. يلا الناس اللي صلات الجمعة، اللي صلات صلاة الجمعة، مرحبا. كيف كان الإحساس ديالكم؟ الراحة النفسانية ياك أخوتي، بعد صلاة الجمعة كتكون الراحة، الطمأنينة في الصدر كتجي. مرحبا اخوتي، مرحبا، طلعوا معنا شاطرونا الراي. كيفاش الاحساس ديالكم بعد ما صليتوا الجمعه؟ فطال الانتظار اخي، طال الانتظار، والحمد لله ربي فاجاها ولات بعد صلاه الجمعه. بعدا كتكسر لنا ديك الروتين ديال السيمانه، هي اللي كتكسر روتين ديال السيمانه، كتحس بان السيمانه راه ديك الجمعه جات، السيمانه راه تكسرت بحال نقطة انعطاف فيها باش تكمل، كتعرف بأن السبت والحد راه كاين نهاية الأسبوع. تحية أختي خويا عويناتي، مرحبا. تحية خويا الله يحفظك. يلا الإخوان طلعوا معنا، أول تعليق خويا عويناتي، مرحبا خويا الله يحفظك. خويا حسن تحياتي، عليكم السلام خويا حسن، الله يحفظك ويطول عمرك الحبيب، الله ما دومها نعمه ضروره اخي، ما كاينش ما احسن من الصلاه. السلام خويا سعيد، تحياتي خويا سعيد، منور خويا سعيد. الصلاه نعمه الله يدومها، الراحه النفسانيه. ولا ما صليتيش بيني وبينك دابا غير شاطروا هذا الراي، تصور جمعات فيك مثلا العصر والمغرب والعشاء تجي، ما كتحسش بانه بحال شي جبل متقل عليك، خصك تمشي تصليها. اما كتصلي شي فرد من الفرائض كتحس براسك ان راه شي حاجه ناقصك، خصك تمشي تصلي. ياك اخوتي شاطروا معنا الراي، مرحبا. تحياتي الاخوان اصدقاء والاحباب. يلا لا يدير كومونتير يقول لي من المدينه، احسن احساس هو ملي كتصلي الصلاه وتخرج من الجامع، كتحس بحال اللي خفافيتي. حتى الا كنتي درتي قبل منا شي حاجه ماشي هي هذيك ما رضاتش ربي، كتدخل بعدا ربي بحال اللي كتنقي راسك. والله يدومها نعمه، الله يحفظك اخويا. تحياتي الناس الطيبين، مرحبا والف مرحبا. انا عارف بان الاغلبيه دابا راه صلى صلاه الجمعه، دخلت غدا، راه داير شويه القيلوله، لان حنا تابعينكم ضروري ضروري نعرف احوالكم ونعرفكم اش كديروا ونشاطروا معكم الراي. يلا اخوتي طلعوا معنا وقولنا لكم الاحساس ديالكم بعد صلاه الجمعه. خويا ابراهيم تحياتي عليك اخويا ابراهيم، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا ابراهيم السلاك اللي يدير شي كومونتير يدير من مدينه. خويا محسن مرحبا، خويا محسن تحياتي خويا، اجمل تحيه لاجمل محسن. شادين معاكم الطريق كندردشوا بعضياتكم، بعضياتنا نعرفوا كيفاش كاين هذا الاحساس هذا، ونعرفوا انتم باش كتحسوا وحنا باش كنحسوا. الحمد لله الصلاه راه نعمه من عند الله عطاها لنا، والله يدومها نعمه. يلا اخوتي طلعوا معنا، التفاعل راه ناقص اخوتي، طلعوا معنا. انا عارف الانسان راه تغدا خصو يتكا، ولكن طلعوا معنا اللي كاين يطلع معنا، مرحبا. اللي كيتفرج معنا دابا بشوف تي في اون ديريكت مرحبا به، يطلع معنا مرحبا خويا، مرحبا والف مرحبا. يلا السي محسن قلنا صليتي صلاة الجمعة، كيفاش كان الاحساس ديالك؟
سيرتو بعد مدة انتظار ديال 7 شهور. حنا كنعينوا هاد صلاة الجماعة الحمد لله، جات الأمور على خير وبخير خويا السيد خويا الوندريز. أهلا خويا، الله يحفظك، الله يعطيك الخير خويا، مرحبا. الناس سيدي قاسم، تحياتي الناس سيدي قاسم، كيفاش كان الإحساس ديالك بعد ما صليتي الجماعة؟ تحية ليك خويا، تحية الناس سيدي قاسم، مرحبا خوتي، طلعوا معنا شطرونا الرأي، دردشوا معنا ونسونا ونسونا. يلا تعليقاتكم اخوتي، مرحبا مرحبا والف مرحبا. دردشة خفيفة ظريفة على الخوت، الإحساس ديالنا من بعد ما كنصليو الجمعة. يلا وصفوا لنا الإحساس ديالكم بعد صلاة الجمعة. تحياتي تفاعلوا معنا اخوت باش نتذكروا معكم، تفاعلوا معنا. الله لماش التفاعل كاين، راه نشد هذا اللايف هذا، راه خصني ضروري التفاعل باش نتناقش معكم. خويا محمد الله يحفظك اخويا، الاجواء عاديه الحمد لله، اللهم لك الحمد، الاجواء رائعه. تحياتي خويا محمد، تحيه الناس الحرار اللي طلع معنا يقول ميناء مدينه، مرحبا. يلا الخوت مرحبا بكم، طلعوا معنا. يلا الاخوان كيفاش كان الإحساس ديالكم بعد ما صليتوا الجمعة؟ خويا حميد تحياتي، خويا حميد تحية لك أخويا، منور أخي منور، الله يحفظك أخويا، الناس دريف منورين، الخير داز بحدانا الحمد لله الخير. يلا اخوتي اطلعوا معنا، الله يسلمك منى، تحياتي منى، اجمل منى مدينه فاس، تحياتي الله يسلمك، طريق السلامه على خطيك، على خطيك اختي منى. ديما منورانا، ديما منورانا في شوف تي في اون ديريكس، مرحبا بك خويا فؤاد، تحياتي للناس الأكادير، تحية خالصة من القلب للناس الأكادير. يلا طلعوا معنا الخوت، مرحبا بكم، مرحبا ألف مرحبا، هكاك أخوتي يلا وطلعوا هكاك، طلعوا ندعيو كاملين ليلة الجمعة وندعيو. يلا مرحبا الخوت، يلا قولوا لنا كيفاش كان الاحساس ديالكم بعد ما صليتوا صلاه الجمعه. الصدر كينشرح، النفس كتحس بها، كاين الطمانينه والنفسيه مرتاحه. هي الصراحه بعد كل صلاه، يعني صلاه الجمعه عندها واحد الرونق ديالها بوحدها، تحس كاين واحد الطعم مزيون، لانك تصلي في هذيك الخطبه الصلاه، ملي كتسالي كتلاقى مع الاحباب كتذكر معاهم شي شويش. اجمل يوم اخويا منعم، الله يحفظك خويا، خويا عبد الفضيل احساس رائع اختي منى، ضروري اختي منى احساس رائع الحمد لله، والله ينصر الاسلام على خطك اختي، مرحبا منورانا اختي منى، مرحبا الف مرحبا. على عملاق مندوب الني كان بارح
وحده صغيور. طريق السلامة الجامعي يا ربي، تحياتي الشيافر. الا خوتي التفاعل ديالكم راه ناقص شي شويه، ما طالعينش معانا ياك، ما ناعسين. طلع معنا الخوت، مرحبا. احسن احساس امي كتصلي. كتصلي كتحس براسك خفافيتي، بحال اللي نقصتي من الذنوب اللي درتي، الاخطاء اللي درنا في النهار. خوتي ما تفاعلتيوش معانا، طلعوا معانا الخوت، طلعوا مرحبا خوتي، مرحبا مرحبا خوتي، طلعوا معانا. يلا اللي يدير شي تعليق يدير من مدينه. الجو الحمد لله راه زوين، ما كاينش البرد، مره مره الشميشه كتبان كتغيب، الجو ديال الخريف. اذا مشاهدينا متتبعينا على الصفحه الرسميه تشوف تي في اون ديريكس، كانت حلقه ماشي قاش 100% ولاني لان التفاعل ما كاينش بزاف، الناس نعذروهم، الاغلبيه ديالهم راه داير القيلوله ولا الاغلبيه ديالها تغدى وبغى يرتاح، حنا جينا في هذه الوقيته ديال ثلاثه القسمين. ولاني نتمنى لكم ان شاء الله باذن الله يدوز عليكم النهار هذا النهار الجمعه بالخير والتيسير والسلامه. دمتم في رعايه الله في حلقه بثين اخر ان شاء الله. السلام عليكم.